بحبك بجد يا كرة اليد، عشان هي اللعبة الجماعية صاحبة أكبر الإنجازات في الرياضة المصرية على المستوى القاري والعالمي. وبعد سيطرة منتخب كرة اليد للرجال على البطولات وتحقيق إنجازات تاريخية، جه الدور على منتخبات السيدات وتحديداً منتخب الناشئات مواليد 2004 اللي حقق إنجاز غير مسبوق واستحق إن يكون بطل قصتنا في ملوك الصلاة. منتخب ناشئات كرة اليد أثبت إن بنات مصر بطلات من ذهب بعد ما قدروا يحققوا إنجاز تاريخي وكتبوا اسمهم بين عظماء الساحرة الصغيرة في بطولات العالم، وكانوا حديث الإعلام العالمي في بطولة العالم اللي اتلعبت في مقدونيا وانتهت منافستها النهاردة. بنات مصر حققوا المركز السابع، وده أعظم إنجاز لمنتخب عربي وإفريقي في بطولة العالم للناشئات لكرة اليد، وقدموا مستوى كبير وكانوا ند ومنافس قوي لمنتخبات عريقة وعملاقة في كرة اليد العالمية. منتخب الناشئات ابتدى مشواره في بطولة العالم بالفوز في الثلاث مباريات بالدور التمهيدي على منتخبات كرواتيا وكازاخستان والهند علشان يتأهل للدور الرئيسي، واللي حقق فيه الفوز على البرتغال علشان يصعد لربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ كرة اليد للسيدات. وفي ربع النهائي قدمت بنات مصر مباراة تاريخية قدام منتخب المجر بطل العالم وحامل اللقب، وخسروا بصعوبة بس كان عندهم إصرار وعزيمة الأبطال وكملوا المشوار وحققوا المركز السابع بالفوز على أيسلندا، وكتبوا أساميهم في قائمة العظماء الثمانية في مونديال الناشئات في إنجاز تاريخي. منتخب ناشئات اليد مواليد 2004 بيضم كتيبة من اللاعبات اللي هيكون ليهم مستقبل عظيم في كرة اليد المصرية، زي مريم عمر ولوجين أسامة وجنى صلاح وكنزي حاتم ونانسي إلهامي ونوال خليل وملك أحمد وشروق محمود وتؤى كامل وجود أحمد ومنة حناوي وفاطمة محمود ولبنى أشرف وجهاد وائل ويثرب وليد ونادين طارق، وبقيادة فنية للكابتن محمد فرغلي المدير الفني وكابتن شريف الشامي المدرب العام وباقي عناصر الجهاز الفني، ومعهم طبعا الكابتن سعيد عبد الغني عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة. إنجاز جديد وغير مسبوق حققه بنات المحروسة في مونديال الناشئات هيتضاف لإنجازات وبطولات كرة اليد المصرية اللي هي دايما مصدر السعادة في الرياضة المصرية.